أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن التعاون العربي الإفريقي يستند إلى مصالح مشتركة وتاريخ طويل، مشددا على أهمية تعزيز مستويات التعاون العربي الإفريقي. وفي كلمته أمام القمة الأفريقية 36، دعا أبو الغيط كل الأطراف الليبية إلى تسريع وتيرة الحل السياسي للأزمة. أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد حذر أبو الغيط من احتمال انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية. تنعقد هذه القمة في ظل وضع دولي دقيق ومضطرب، فرضته الحرب الروسية الأوكرانية والتبعات التي نجمت عنها من تفاقم لأزمتي الغذاء والطاقة، واللتين تعاني منهما الكثير من الدول العربية والإفريقية. ولا شك أن هذه التحديات الخطيرة التي تواجه دولنا، خاصة على الصعيد الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر جراء التضخم المصحوب والركود، تدفعنا إلى تقاسم الخبرات وتبادل الرؤى حول أفضل السبل للتعامل مع هذه الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الضاغطة. إن التعاون العربي الإفريقي ومنذ تأسيسه في عام 1977 يستند إلى مصالح مشتركة وتاريخ طويل ووجهات نظر متقاربة للكثير من القضايا العالمية، وما من شك في أن المفتاح الحقيقي لعلاقات ناجحة ومثمرة هو الإدراك المتبادل من كل طرف لشواغل الطرف الآخر وتطلعاته.